سامحوني أن أقدم لكم نبذة ملخصة عن عهد البحرين للموسيقى الشرقية. أولا وقبل كل شيء الشكر التام لأصحاب المعالي أصحاب سعادة صاحبة سعادة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المجال مبادرة تأسيس هذه المؤسسة الفنية المعهد البحرين للموسيقى الشرقية لتكون امتدادا لمنتدى أصيلة وداعمة للجهود التنمية الثقافية في المدينة. تأتي هذه المبادرة في إطار التنمية الثقافية العامة. أنا سعيد جدا بالمشاركة في حفل الافتتاح لمعهد البحرين للموسيقى الشرقية، وأعتقد بأن هذا حصيلة امتداد العلاقة الطيبة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، والعلاقة الخاصة التي تمثل العلاقة الأكبر وهي علاقة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وصاحب الجلالة. احنا في الحقيقة سعيدين بالمشاركة في هذا الاحتفال والمساهمة في بناء هذا الصرح الجميل الذي سوف يخدم الموسيقى الشرقية في المنطقة العربية، ونتمنى التوفيق. وأحب أيضا أن أشكر الأخ محمد بن عيسى على جهوده لإنجاز هذا العمل. شكرا. اليوم تشهد أصيلة افتتاح معهد الموسيقي بمعايير دولية يشرف على تدشينه معالي الوزير السيد محمد بن عيسى أمين عام مؤسس منتدى أصيلة ورئيس المجلس البلدي، وكذلك بحضور معالي مستشار صاحب السمو صاحب الجلالة البحريني. هذا المعلمة التي تعتبر بطبيعة الحال مؤسسة جميلة سوف تضيف إضافة نوعية لمدينة أصيلة من خلال دراسة مجموعة من المواد الفنية إيقاعية والوترية، وكذلك مجموعة من الطبوع والأنماط الفنية بمدينة أصيلة. نأمل إن شاء الله لهذا المشروع أن يرى النور عن قريب إن شاء الله تعالى، وأن يكون فاتحة خير لأطفال مدينة أصيلة. اليوم تتشرف أصيلة بافتتاح معهد البحرين للموسيقى الشرقية. هذا المعهد الذي يعتبر يعني نتاج العمل الثقافي الفني الدؤوب التي واظبت عليه دائما مؤسسة منتدى أصيلة، واليوم كما هو تعلمون هو ثمرة جهود هذا النتاج الفني الذي ولد هذا المعهد الذي يشكل يعني إضافة جديدة لمدينة أصيلة، ولما لا وأن مدينة أصيلة مدينة الثقافة والفنون. فكما تشاهدون يعني هناك أطفال لهم ميول في الموسيقى بمختلف شرائحها، والذين يمثلون أمامكم هم يعني أطفال نلقن لهم مادة الموسيقى الأندلسية المغربية
التي يعني يفتخر بها المغرب الحبيب. نفتتح اليوم بعون الله معهد البحرين للموسيقى الشرقية اللي هو ثمرة مجهود مشترك بين مؤسسة منتدى أصيلة ومملكة البحرين، حيث أنشئ هذا الصرح الثقافي والفني بدعم مباشر ومن ملك البحرين جلالة الملك، وهو يضم مجموعة من الأقسام الدراسية التي ستعنى بتلقين الأطفال أبناء مدينة أصيلة قواعد الموسيقى الشرقية والآلات المستعملة في هذا المجال، وستلقون تكوينا أكاديميا يسمح لهم بالتعرف على الموسيقى الشرقية. بني هذا أو أنشئ هذا الصرح في فوق بناية كانت في قبل يعني مدرسة ابتدائية أصبحت مهجورة فيما بعد، وقامت المؤسسة باستعادة هذا الصرح داخل المدينة القديمة ليقوموا بهذا الدور.